يعود تاريخ إنشاء بلدية أبو ظبي إلى عام 1961 حين بدأت نشاطها في المبنى القديم الواقع قرب ميناء أبو ظبي، والذي جرى تطويره تنفيذا لمخطط التطوير الحديث لأبو ظبي كونه يتوسط المدينة آنذاك. وقد باشرت البلدية مهام عملها بستة موظفين فقط، وبدأ التأسيس الفعلي حين استلام المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مقاليد حكم إمارة أبو ظبي، حيث أسند مهام دائرة البلدية للشيخ سيف بن محمد آل نهيان عام 1966. وفي عام 1969 صدر المرسوم الأميري الخاص بتعيين أول مجلس بلدي لبلدية أبو ظبي، وتركز عمل البلدية خلال تلك الفترة على توفير الخدمات العامة. ومع التطور الذي شهدته الخدمات بمدينة أبو ظبي وتوابعها، تنقلت البلدية في أكثر من موقع إلى أن استقرت في عام 1990 بشارع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مبنى ضخم مصمم على أعلى الطرز المعمارية. واليوم حققت بلدية مدينة أبو ظبي إنجازات متميزة على كافة المستويات، فقد عملت البلدية على تنفيذ العديد من مشاريع التنمية في المدينة وفقاً لرؤيتها الهادفة لضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة لسكان مدينة أبو ظبي، لتطوير الحياة الاجتماعية والاقتصادية الكفيلة بنقل المدينة إلى آفاق اقتصادية وسياحية وتنموية كبيرة، تجعل من أبو ظبي محوراً وقطباً أساسياً ونموذجاً متطوراً على نجاح المشروع التنموي الشامل. وتسير بلدية أبو ظبي اليوم قدماً نحو إرساء بنية تحتية عملاقة وشاملة في مشاريع الصرف الصحي والجسور وشبكة الطرق الحديثة ووسائل المواصلات والصحة العامة وفي مجال الزراعة والأسواق التجارية.